البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله. كما كتعرفوا بزاف كيقول لي اسماء وانا متوحشنا لي روتين ديالك، وتوحشنا الشقه ديالك، وتوحشنا كيفاش كت توحشنا الشقه ديالك، توحشنا شنو كديري، عطينا روتينات الصباحيه، عطينا هذا. والله البنات ما بقاش عندي روتين صباحي، يعني كنوض الصباح كنوجد الفطور كنمشيو دور هنا دور هنا، كنقضي الشغالات كما قلت لكم. ان شاء الله ناويه انني نفتح المشروع ديالي انا وراجلي في نصف رمضان، اذا باقي عندنا ما يدار باش اننا نفتحو. دونك يلاه دازت عندنا اللجنه اللي غتعطينا رخصه باش نفتحو، دونك عندنا ما يدار، باقي كنتقاتلو الحوايج اللي باقيين خاصين. راكم عارفين الفينيسيون كتاخذ الوقت اكثر من الاصلاح، وصافي ولا عندي روتين مسائي ماشي صباحي. بحال دابا الملايات ما طويتهمش الصباح، كنفيق كنمشيو كنجي في العشيه عاد كنهوي شي شويه، بحال دابا ندوز جفيات نبدل لهم لي زور ديالهم، حيت هذه سيمانه ما بدلتش ليهم لا غشيان ديال المخاد لا لي زور لا حتى شي حاجه. دونك انا دابا غادي نحاول نخمل لهم تخميله خفيفه بيتهم، وانتم معايا في هذا الروتين المسائي اللي تخيلوه بحال راهو صباحي. المهم البنات كي كتشوفوا هذه هي هادو ديال احمد الصراحه، حيت انا ما كناكلش هكا بلا بصله بلا ثومه بلا ربيع، هادو درتهم لحمد بحكم انني كنكون مشغوله دابا هاد الايام وما عنديش الوقت، قلت بعدا نوجد ليه شي شهيوه هكا اللي تكون ديال الدار اللي نحطها في الفريغو، اوكا وهكا كنت مشغوله ولا شي حاجه بعدا كاينه شي حاجه في الدار. المهم البنات هذا بسبب الجفيفه للدار، المهم بيت البنات تخمل حاشاكم الطواليت تحكات الكوزينه وداكشي. جيت هذه صوبتها غير حمد حيت الصراحه هو ما كيبغيش، راكم عارفين الثومه البصله داكشي كاع اللي كيعطي البنه ما كيبغيش هو، دونك هذا الشيء هذا غندير ليه بسيطلات صغير ورين اللي بقاو ليه هكا في الفريغو. راكم عارفين رمضان كيبغي هاد الشهيوات. هذا الفرماج محكوك هكا غليظ، هادي الورقة جبتها قبيلة معايا، وهادي الزبدة المذوبة. انا تال غدا ان شاء الله انا عاد راني جايبه الورقه دايرها في الثلاجه ما تخسر ما والو. غدا ان شاء الله انا ندير ليا ديال الخضار، انا كيعجبني ديال الخضار.
المهم كي شفتوا البنات جاوني تقريبا 6:12. المهم واخا ماشي بزاف، ولكن المهم بعدا على الاقل تحيدي عليك شويه ديال التمامه، يعني غير واحد الا دوزوا لك واحد 6 ايام كل نهار جوج راه مزيان. وبالنسبه لهذا الصطيل هذا ضروري نشاركوا معكم، هذا السفوف اللي صوبته لي الوالده ديالي الله يحفظها ليا فهاد العواشر وجميع الامهات ان شاء الله. صوبته لي مسكينه قالت لي بلا ما تضربي تمامه هذا العام، صوبت كل شيء هانتوما كي كتشوفوا الجنجلان وكل شيء. كتعرفني كنحمق على السفوف، وهذا العام ما قديتش انني نصوبو، صوبته العام فايت وعييت كان دوزها عليا، وهذا العام هي صوبته لي جابته لي. المهم هادو غير شي حوايج كنوريهم لكم لي زعما انا موجده عندي حاليا في الدار. بالنسبه للحاجه اللي بغيت نشارك معكم عاوتاني واللي هي هاد السيري هذا اللي داير بحال هكا اللي توصلت به من عند إلهام هوم، صيفطاتو ليا كنبغي نقولها شكرا. الصراحه عجبني بزاف وقلت نشاركو معكم. كلاس البنات، كاين هاد الطبسيل هذا هو الاول، كاين هذا هو الثاني، هذا الثالث فيه هاد الديزاين هكا ما فاش كيبان لكم مع الضوء حيت الليل وعاد الزليفه ديالو. وكاين واحد الطبيسيل اخر مي ما حطيتوش اللي كيكون على هذا الشكل هذا، يعني يا اما هذا يا اما زلافه شكي كيجي عمومي بزاف البنات. ومعاه هادوك هاد الطبيسلات هادو اللي كديري فيهم التمر، الشباكيات، السفوف، الشريحه مثلا، المهم كيجيو دايرين بحال هكا. والطبيسلات على هاد المنظر هكا صراحه عجبوني وجوني خفاف على القلب. وهادي السوبيره اللي غنيه عن التعريف، راه دابا كلشي كياخدها، لا منظر ديالها ولا السخونيه ديالها، الصراحه شي حاجه رائعه. هنايا كتكون واحد الشميعه، شفتوا البلاصه ديال الشميعه باش كتبقى شاده لك السخونيه. المهم زويونه حتى هي خفيفه على القلب بهادي ديالها. المهم هادي حتى هي من الامور اللي وجدتهم لرمضان ان شاء الله الا وصلنا ليه على خير وبخير. وهاد الطبيله هكا اللي هي ان شاء الله غنبدا نحط في هذا رمضان الى كتاب. الصراحه رمضان شي حاجه البنات. الطبيله هي هادي، واللي كيهمو الامر غيلقى جميع المعلومات في اي حاجه في صندوق الوصف. المهم اختي من بعد ما ضربت التمام على قلبي كنصحك فاش تعياي وتحسي براسك مفرشخه، ماشي مدقدقه، مفرشخه مع تمامه والدراري ومسؤوليه ماشي سهله، تخلي خودي دوش اللي يكون دافي غادي شويه السخون. يقدروا يقولوا لي لا السخون مع لاج لابو كترخى، دوز وقتها وترخى. المهم انا ما عنديش مشكل، يعني الماء دافي غادي السخون كيحيد لي لا فاتيك بين كتافي مع العيا مع الدراري مع ستريس مع المهم روتينات اليوميه. كنصحك بالدوش. بغيت نشارك معكم واحد لاتروس اللي وصلتني من عند فوريفر اللي على هذا الشكل هكا. الصراحه انا وجهي اصلا هاد الايام عيان بحكم انني ما كنعش بزاف، والنهار كامل وانا كنجري وجهي كنحس به عيان. وصلتني هاد لاتروس هادي اللي فيها هذا غسلت به قبل ما ندخل ندوش، هذا جيل نيتوايون، هذا كيحيد الاوساخ و عارفين المهم الغبار الاوساخ داكشي اللي كيكون في وجهنا. وتا بالنسبه للبنات اللي كيديروا الماكياج راه دي ماكيو. من بعد ما كنغسل وجهي وكنمشي نبغي نعس ها شنو كندير، هذا جيل ماسك، هاد جيل ماسك هذا كنعس بيه، كتنعسي بيه الليله كامله، كيحيد لك لافاتيك والوجه كيكون دبلان، كيعطي شويه ديال الحيويه ولا بوكات واللي تبان النضاره ديالها احسن من اللي كانت فيه. المهم هذا كنديرو كنعس بيه. يلا بديتهم هذه شي
3 جوغ بحال هكا يلا بديتهم. وشنو كاين اخر؟ هذه كريم هيدراتون اللي تقدي تطبي بها الوجه ديالك ويعني بالنسبه للبنات اللي عندهم مشكل ديال لابو مثلا سميتها ناشفه بزاف وهذا هاد لاكريم زوينه. بالنسبه لهذا البنات هذا هو اللي كيعجب هو اللي عجبني اكثر حاجه عجبتني في هاد لاتروس هادي. هذا واحد البرودوي اللي كي يفتح لك البشره ديالك، يعني البشره ديالك الا كانت من النوع اللي كتطلق واحد النوع ليدام وهذاك ليدام مع الشمس كيكحل لك الوجه، هذا من الليل كيساعدك على ان البشره ديالك ما تفقدش داك الصفاء ديالها وهذاك النور ديالها. المهم هذه هي لاتروس. دابا غندير هذا الجل هذا باش نمشي للنعس. اش من الناس فوق اختكم كيسينها واحد الجبل ديال الشرار كنسالي وشحنا العيالات. نسيت ما قلت لكمش ان هاد لاكام كامله فيها 37% من الالوفيرا، الريحه ديالها زوينه. المهم غنخليه بحال هكا وغنمشي نعس بيه، نمشي بعدا نطوي الحوايج عاد نعس. اللي شاطلين كديري هكا في يديك ماشي مشكل، المهم الا ما نفع ما غيضا. اللي كيهمو الامر واللي هماتو هاد لاتروس هادي غنخلي ليكم نيميرو التليفون ديال البنيسة اللي كتصيفط هادشي هذا في صندوق الوصف. يلا معايا هانتوما البنات، حتى ارتحيت في الدوش وقلت الله على راحة. فاش خرجت وانا نلقى داك الجبل مسكين مازال كيسيني وغنمشي نطويه ونقول لكم تصبحوا على خير وكنبغيكم بزاف مع فيديو جاي. باي باي.